الرحيم والحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم الحمد لله تمت نعمه وانصرفت نقمته وتضاعف كرمه الحمد لله على نعمة الإسلام وتواتر الإنعام أما بعد المكرم الشيخ أحمد بن خلفان الغفيلي راعي الحفل الدكتور عوض المعمري عميد الكلية الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة السادة الكرام ضيوف حفلنا نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير أيها الحضور للأصالة عن الندوة الوطنية حول تجسيم الفجوة بين التعليم والصناعة للجيل القادم نرحب بكم في كلية العلوم التطبيقية بسحاب تسعدنا مشاركتكم في الجلسة الافتتاحية لإشغال هذه الندوة المهمة Peace be upon you, Allah's mercy and blessing. On behalf of the National Symposium on Bridging Education and Industry for Next Generation, it is a great honor for us to welcome our honorable chief guest, Sheikh Ahmed bin Khalfan Al-Ghufeili, Dr. Awad Al-Mahmari, Joint Dean of College of Applied Science, academics and distinguished guest to the College of Applied Sciences, Sohar. We are delighted to have you here to raise the occasion by initiating the symposium. خير ما نبدأ به حفلنا المبارك القرآن الكريم ومع تلاوة عطرة يتلوها علينا الطالب فيصل الشكيري. May now our family request Faisal al-Shikiri to join us on the stage to recite some verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم وصدق رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عنه أيها الحضور إن رقم الفجوة بين التعليم وسوق العمل يتطلب المزيد من الاهتمام بالتعليم المهني وتطوير مهارات الخريجين والتركيز على التعليم الإبداعي منذ سنوات التعليم الأساسي ونحن اليوم ممتنين لأن العديد منكم من الباحثين والأساتذة المتميزين الذين قدموا من مختلف المناطق لتبادل خبراتهم واكتشاف طرق تحقق الانسجام بين التعليم والاحتياجات الصناعية نترككم لمشاهدة عرض مرئي يوضح أهداف هذه الندوة. We are very happy and grateful that many distinguished scholars and professors who have come from home and abroad to share their knowledge and experts and to explore more meaningful ways of establishing harmony between
and industrial needs. Now we are going to watch a video which will visibly express the aim of this symposium. الشيخ احمد بن خلفان احمد العقيلي عضو مجلس
الدولة the member of the state council الفاضل دكتور عوض الأفاضل الباحثين الجامعات والمعاهد العليا researchers from universities and institutes الأفاضل أعضاء الهيئة الإدارية والإدارية المساندة admin and academic assistant زملائي أعضاء الهيئة التدريسية my colleagues faculty members أبنائي الطلاب والطالبات my sons students السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته may Allah peace and blessing be on you I have the honor in welcoming you to this national symposium. لي عظيم الشرف بالترحيب بكم في هذه الندوة الوطنية التي تعقد في هذه الكلية المحطاة والمبتكرة. This national symposium strives to meet the objectives of the strategic plan 2014 and 2019 of the strategy of Oman, specifically the strategy that stated develop continuing education programs for community and industry. So the main aim of this event is to contribute positively in developing education and industry in Oman. هذه الندوة الوطنية تحاول جاهدة أن تحقق بعض الأهداف التي وضعت في الخطة الاستراتيجية 2014-2019 لسيطرة عمان وتحديدا الهدف الاستراتيجي المنصوص عنه كالتالي التطوير المستمر للخطط والبرامج التدريسية أو التعليمية لتطوير وتحسين المجتمع والصناعة لهذا فإن الهدف الأساسي لهذه الفعالية هو المساهمة الفاعلة والإيجابية في تطوير الخطط التعليمية والبرامج التدريسية بما يحقق متطلبات النهضة الصناعية والمجتمعية في سطرة عمان. Along with the symposium, we will run the SPC 18, the final year students project competition. So the aim of this competition is to increase the confidence and innovation thinking of our students in order they have an ability of finding out intelligent solution for the real life problems or challenges that are faced by the Omani community and industry. So this is a good chance to announce that our graduation projects for the next year in all majors will be oriented to manage and solve real problems in the local community or industry. So this is very important for the, our project for the next year. بجانب الندوة الوطنية سوف تعقد مسابقة مشاريع التخرج 2018 والمعروف اختصارا بـ SCC. الهدف الأساسي لهذه المنافسة هو زيادة الثقة ومقدرات التفكير الابتكاري والإبداعي لطلابنا بحيث يكتسبوا المقدرة على إيجاد الحلول الذكية
وللإشكاليات الواقعية والتحديات التقنية التي تواجه المجتمع العماني والقطاع الصناعي. وننتهز هذه الفرصة لكي نعلن بأن قسم تقنية المعلومات سوف يوجه مشاريع التخرج في كل المجالات التخصصية بالقسم لمعالجة إشكاليات وتحديات المجتمع المحلي والصناعي. Total numbers of the different colleges that are participating in this symposium are 17 colleges. So 17 colleges participate in this symposium. So this is a strong indicator the research activities effectiveness on the national level that will reflect positively on improving our graduates' attitudes. فالعدد الكلي المشارك في هذه الندوة الوطنية من الكليات حوالي 17 كلية، 17 كلية من الكليات المختلفة. وهذا يعتبر مؤشرا قويا لمدى تأثير أنشطة البحث العلمي على المستوى القومي. وهذا لا شك سوف يعكس إيجابا في تحسين صفات ومقدرات الخريجين. The number of authors participate in this symposium about 116. 116 authors participate in this symposium. So this is the scientific effort that already has been done for this symposium. يعني يبلغ عدد المشاركين في كتابة الأوراق العلمية 116 باحثا. وهذا يبين الجهد العلمي الذي بذل في إقامة هذه الندوة الوطنية. وهذا يعطي دليلا ملموسا في مستوى الجودة النوعية العالية لأعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات ومعاهد التعليم العالي بصفة العمال. ويعتبر من المؤشرات الإيجابية لجودة التعليم في السلطنة. The research papers topics in this symposium have covered wide variety of areas represent different specializations. Example, covering information technology, mathematics, physics, and education. This because we believe that in this time, the multidisciplinary and integrated studies are very important for managing the modern problems of the community and industry. الأوراق البحثية المقدمة في هذه الندوة تناولت مجالات بحثية مختلفة ومتعددة تحت عدة تخصصات. على سبيل المثال مجال تقنية المعلومات والرياضيات، الهندسة، الإدارة وريادة الأعمال، إدارة الأعمال، الفيزياء والتربية. وذلك لقناعتنا التامة بأن هذا العصر يمثل عصر المتخصصات المتعددة والمتداخلة المتكاملة. فالتعاون بينها يمكن الباحث من إيجاد الحلول الذكية والمناسبة للإشكاليات والتحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة ومجالات الصناعة المختلفة. In this national symposium, within 2 days, we will present 39 papers. 39 papers, 6 papers out of these 39 from our students. So, the distribution of the received papers are as follows. Actually, we received about 58 papers. Distributed as follows. 7 papers from colleges of applied sciences. 8 papers from colleges of technologies. 6 from universities. And 7 papers from other colleges. Total are 58 papers. So 19 papers have been
predicted by the viewers. تناول هذه الندوة الوطنية في فترة يومين عام 39 بحثا علميا. ست أوراق من هذه البحوث العلمية هي أوراق طالبية أو أوراق طلابية، وبصورة عامة الأوراق توزع كالآتي: 37 ورقة علمية من كليات العلوم الحدوثية، 8 أوراق علمية من الكليات التقنية، 4 أوراق علمية أو 6 أوراق علمية من الجامعات، و7 أوراق علمية من كليات مختلفة. هذا التنوع في المشاركين يشير إلى الاهتمام بالبحث العلمي على المستوى القومي، وهذا يعتبر مؤشرا يشير إلى أن هنالك نهضة علمية بحثية في مؤسسات التعليم العالي على مستوى السلطنة. The agenda of this symposium includes two days. In day one, we will start the parallel sessions. On this day, this is the day one, we will start the parallel session. We will have four parallel sessions in two rooms, in room D09 and D10. So for the researchers and participants from the other colleges, so it is better to ask the organizers to know the directions of these rooms. On the second day, we will also have four parallel sessions. On the second day also, we have four parallel sessions in the same two rooms, D09 and D10. Also on the second day, we have 16 students projects. On the second day, we have 16 students projects from different colleges, from Ajli, from Sur, and from Sahar, and from Agustara, participate in HPC competitions. فاليوم الأول سوف نبدأ الجلسات المتوازية. ستخطط أربع جلسات متوازية في القاعتين D09 و D10. القاعتان يوجدان في مبنى D، وأرجو من المشاركين الاستعانة بالمنظمين للندوة للتعرف على موقع هاتين القاعتين. في اليوم الثاني سوف تعقد أيضا أربع جلسات متوازية اليوم الثاني غدا في القاعتين D09 and D10 في المبنى D. اليوم الثاني سوف يشهد أيضا إقامة مسابقة مشاريع التخرج، والتي يشارك فيها 16 مشروعا من كليات العلوم التطبيقية المختلفة، وإجري صور سحار مشتاق، ويشارك بالتحكيم في هذه المسابقة خبراء من خارج كليات العلوم التطبيقية، وذلك لاختيار أفضل ثلاث مشاريع على مستوى كليات العلوم التطبيقية. The symposium has been organized with the Hisra Ordinary Teamwork. So it is a serious effort of different specialized committees. هذه الندوة الوطنية تم تنظيمها بجهد عمل الفريق، فهي نتاج لعمل جاد من مجموعة كبيرة من اللجان المنتجة تتبادل فيه الخبرات والمعرفة بسلاسة بين المشاركين، ونأمل أن تساهم المقترحات والتوصيات في رتم الفجوة بين التعليم والصناعة في الجيل القادم، وأيضا تساهم في تحسين البرامج والخطط التدريسية للطلاب في السلطنة بصورة عامة. Thanks with my respectful greetings. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الدكتور محمد فضل الله رئيس قسم تقنية المعلومات. Thank you, دكتور محمد فضل الله. حضورنا الأكارم منذ ظفر النهضة المباركة سعى جلالة السلطان قابوس للارتقاء بمنظومة التعليم العالي مواكبة لتغيرات العصر وتلبية لاحتياجات التنمية المستدامة في مجتمع المعرفة، مع الحفاظ على هوية المجتمع العماني والإسهام في رقي الحضارة الإنسانية لضمان تعليم عالي ذو جودة عالية يلبي متطلبات التنمية المستدامة
ويرفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي بما يحقق مستوى الجودة المطلوبة وبما يتفق مع متطلبات التنمية والمتغيرات المحلية والعالمية. Since the early 19th century, when Amana designs began, the major concern of His Majesty has been to provide education for all. In January 1994, the Ministry of Higher Education has been established in the cabinet year 2005-2006. Ministry of Higher Education were converted into College of Education, offering bachelor degree in education, and consistent with the planning initiative of Ministry of Higher Education, the teacher training college were converted into degree granted College of Applied Science. From that time, the Applied Science College became very important, part in providing the industrial expectation. والآن ندعو الفاضل الدكتور عوض المعمري عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار المحترم لإلقاء الكلمة الافتتاحية. It's our pleasure to welcome Dr. عوض المعمري, the Dean of Suhar College of Applied Science, to give the introductory speech. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, المكرم الشيخ أحمد بن خلفان القيلي راعي الحفل, أعضاء اللجنة الأكاديمية, الباحثين الكرام, أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية, حضورنا الكريم, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني ويسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب كلية العلوم التطبيقية بسحار لحفل افتتاح الندوة الوطنية حول تفسير الفجوة بين التعليم والصناعة للجيل القادم. الحضور الكريم, لا شك أن التعليم في عصرنا الحالي يتأثر بالعديد من العوامل التي غيرت أساليبه ومخرجاته. فالتعليم التقليدي الذي كان يعتمد على السبورة والطباشير وحفظ أكبر قدر من المعلومات دون تطبيقها أصبحت أساليب غير فعالة تماماً لتأمين مستقبل واعد لأبنائنا. وذلك لأن سوق العمل أصبح أكثر تخصصاً وطلباً يركز على مستويات التفكير العليا والتحليل وإيجاد حلول إبداعية تتبع منهجية البحث العلمي. فلقد أشارت العديد من الدراسات المتخصصة إلى أن من أكثر المهارات التي يحتاجها التعليم وسوق العمل في المراحل الزمنية القادمة ستكون مهارة التفكير النقدي. وعليه أصبحت هناك ضرورة ملحة لدى المسؤولين أن يحاولوا رتم هذه الفجوة بين الأنظمة التعليمية وسوق العمل من جهة, وبينها وبين الصناعة من جهة أخرى. وفي اعتقادنا أن أحد الحلول لرتم هذه الفجوة قد يتمثل بإيجاد بيئة مشجعة لروح الإبداع والابتكار والجاهزية للتأقلم مع كافة التغيرات التي قد تحدثها التطورات المتسارعة في التكنولوجيا. وذلك لأن هذه التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا سيصاحبها إلغاء مجموعة كبيرة من الوظائف وتعديل شكل بعضها واستحداث أخرى جديدة تماماً. وهذا يوجب أن تكون أنظمتنا التعليمية مصممة بالشكل الذي يسمح لها بالتأقلم مع هذه المتغيرات. إن منظومة كليات العلوم التطبيقية لوزارة التعليم العالي صممت لمواكبة التسارع المعرفي في العالم والتغيرات المتلاحقة التي تتسارع في كل يوم من حياتنا. وعليه فقد دأبت هذه الكليات على مراجعة برامجها الأكاديمية بصورة مستمرة لتتواءم مع ما يتطلبه سوق العمل والصناعة, وإشراك كل المعنيين من القطاع الصناعي في هذه المراجعات وأخذ التغذية الراجعة منهم لتطوير برامجها الأكاديمية. ختاماً, أكرر شكري إلى المكرم الشيخ أحمد القيلي على تفضله لرعاية هذه الندوة, والشكر موصول لكم على تشريفكم لنا في هذا الصباح. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ولو بالقليل لإنجاح هذه الندوة,
وأخص هنا أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للندوة الذين سهروا على عزف سيمفونية النجاح لهذا الألق اللامع اليوم، وأيضا الشكر أجزله إلى رعاة هذه الندوة، متمنيا أن نخرج غدا بمجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد صناع القرار في هذا الوطن لتطوير أنظمة تعليمية تمنح الطلبة مجالا أكبر لممارسة مهارات القرن 21. وأستأذن راعي الحفل في قراءة ملخص هذه الكلمة باللغة الإنجليزية. Very good morning to all of you. It's my pleasure to welcome you at the opening ceremony of the National Symposium on Bridging the Gap between Education and the Industry for the Next Generation. Ladies and gentlemen, there is no doubt that education in our time is affected by many factors that change its method and outputs. Traditional education, which was based on chalkboard and talks and absorbing as much information as possible without application, has become totally ineffective to secure a promising future for our youth. This is because the labor market has become more specialized and demanding, focusing on the level of higher thinking, analysis, and creative solutions that follow the methodology of scientific research. Many specialized studies have inferred that one of the most important skills needed by the education and labor market in the near future will be the skill of critical thinking. Therefore, it's imperative for officials in academia as well as the industry to try to bridge this gap between the educational system and the labor market. I believe that one of the solutions to bridge this gap may be to create an environment conducive to spread of creativity, innovation, and readiness to adapt to all changes that may be caused by rapid development in technology. The programs at the Colleges of Applied Sciences at the Ministry of Higher Education are designed to cope with the acceleration of knowledge in the world and successive changes that are taking place every day in our life. The colleges have continuously reviewed their academic programs to suit the requirements of the labor markets and industry. In conclusion, I thank to Honorable Sheikh Ahmed Dafeli again for his patronage of this symposium, and thanks to you for honoring us with your presence this morning. I would also like to thank all those who contributed to success of this scientific symposium, especially the members of the main and subcommittees of who took care of playing the symphony of success for this event today. And also thanks to the sponsor of the symposium. Hoping that we will come out tomorrow, inshallah, with a set of recommendations that can help decision makers in this country to develop educational systems that gives students more room to practice the skills of the 21st century. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you, Dr. Awad al-Na'man, Dean of Suhaa College of Applied Science. نشكر الدكتور عوض المعمري عميد الكلية، كما نشكر الشيخ أحمد بن خلفان المفيدي عضو مجلس الدولة على اهتمامه البالغ بتلبية دعوتنا. والآن ندعو الشيخ أحمد بن خلفان المفيدي والدكتور عوض المعمري عميد الكلية والدكتور محمد فضل الله رئيس قسم تقنية المعلومات لافتتاح الندوة. We are especially thankful to the honorable chief guest, Sheikh Ahmed bin Khalfan Al-Qayl, member of State Council. In spite of his busy schedule and responsibilities, he has given his consent to dignify and unify our symposium here today. It's a great pleasure to request our chief guest, Sheikh Ahmed bin Khalfan Al-Qayl, to release the symposium proceeding. والآن
نترككم مع هذا العرض المرئي القصير عن قسم تقنية المعلومات بالكلية. The faculty of the IT department aspire to be the IT faculty of choice for school leavers in the Sultanate, to be a prime resource of experts and training for many industries, and to be respected regionally and internationally for the quality of our staff, students and graduates. Now we will watch a video about IT department of College of Applied Science. كتخصص بارز في أغلب المهن وبنطاق واسع جدا في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، كما نرى أن التخصص يدعم الابتكار والأفكار الإبداعية وتماشيا مع تطورات العصر تهدف برامجنا دائما إلى ترقية التخصص وتطويره ليتناسب مع القطاع الصناعي. IT has found its way into almost every aspect of modern life, and so it is no surprise to find IT specialized in enormous variety of occupations and enterprises, from the multinational corporation and government, ministry to small business. IT specialized supports and innovates ideas, bringing information access to where it is needed. To go with the flow, our IT programs are always upgraded from the industry needs. والآن ندعو الدكتور قاسم المعمري مدير برنامج تقنية المعلومات لإلقاء كلمته. Now we would like to invite Dr. قاسم المعمري, Program Director of Information Technology in Ministry of Higher Education, to introduce the keynote speaker. الله يبارك فيك. حضرتني الأرأس جلسة افتتاحية لهذا اليوم, وهي ستتكون من ثلاث كلمات رئيسية يقدمها البروفيسور المدير القاضي رئيس جامعة البريني عبد الله المحروقي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي, وكذلك المهندس أحمد المجروعي المحترم الرئيس التنفيذي لشركة مجيس. والآن أدعو المتحدثين الرئيسيين الثلاثة لأخذ مقاعدهم في المسرح. وإدارة البحث العلمي كما يعتبر أيضا أحد الأساتذة الفاعلين في إدارة الجودة, وهو عضو في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي, كما أنه أيضا عضو فاعل في الجمعية العمانية لجودة التعليم العالي, ولديه العديد من المنشورات الأكاديمية, كما أنه يعمل كمحكم في كثير من المجلات
العلمية المختلفة داخل السلطنة وخارج السلطنة، كما لديه خبرة واسعة في مجال إعادة هندسة تعليم العالم وعملياته في الشرق الأوسط وبالأخص في دول الخليج في البحرين وقطر والسلطنة. Professor Nabil Qadhi is the Vice Chancellor of the University of Brahmi, and he brings around 25 years of experience in academia, 13 of which are in the administration of higher education and in quality especially, and he's a member of the OAAA board. He's also a member of the Omani Association of Quality in Higher Education, and he has published around 60 international journals and conferences, and he has chaired many sessions around the world. And he is actually a PhD holder in computer science at IT. I welcome him to the stage to give his speech for about 30 minutes. Professor Nabil. اسمحوا لي اولا ان اتقدم بجزيل الشكر لكلية سحال على هذه البدرة الطيبة وعلى دعوتهم لنا للمشاركة، ونحن بكل سرور نشارككم بعض المعلومات والخبرة في المجال. دقائق فقط اعتذر ستكون المداخلة باللغة الانجليزية، ولكن سنحاول ان اعطي بعض التلخيص من فترة لأخرى باللغة العربية حتى يتمكن الجميع من متابعة هذا العقد. Let us discuss about how we can bridge the gap between education and the industry of the next generation. We will go through various items. First of all, I would like to present to you some figures about the global competitiveness and the indicators of the education and industry gap. We might think this gap is existing and we might be wrong. This gap might not be available or might be available there. So we're going to see some international statistics and indicators to be sure, is that gap really available? Then we're going to go through the challenges, the cause of the education gap and industry, then how we can manage this gap between education and industry, and I will be sharing with you some experience from European countries, how they are managing it. Let's look to the global competitiveness indicator in the Gulf countries. See the classification. This is published in 2016-2017 by the Global Competitiveness Report. We can see that Oman is classified 66 among 124 countries that was considered by these classifications. Emirates is number 16, Qatar 18, Saudi Arabia 29, Kuwait 38, Bahrain is 48. So the disparity is not as big as that if we consider the three countries, Kuwait, Bahrain, and Oman. What are the major components of this global competitiveness indicator? Higher education is one among the most important elements. And the efficiency of the higher education was also considered in this classification. And the same report showed that Oman is classified 85 or has an indicator of 85 on the efficiency of enhancers or the higher education and training in the GCC countries. Which means there is really a gap, there is really a need to improve the output of the higher education system and of the training system. If we look to the main pillar of the higher education or of the competitiveness indicator, we're going to see that pillar 5 is the higher education and training. السيدات السابقة كانت تعرض بعض الأرقام اللي تبين لنا وجود نوع من الفجوة بين حاجيات السوق وبين مخرجات التعليم. الإحصائيات كانت تتحدث عن القدرة التنافسية لدول الخليج ومدى تصنيفها، وشفنا في التصنيف مرتبة عمان والرقم الذي حصلت عليه سلطنة عمان سواء فيما يخص القدرة التنافسية أو فيما يخص قدرة مخرجات التعليم العالي على التنافس، وهذه الأرقام تبين أن هناك نوع من قلة القدرة التنافسية في مخرجات التعليم العالي. If we look to the component of the Global Competitiveness Index, we're gonna find that one of the main 5 pillars, or 12 pillars, sorry,
is the higher education and training. See, the pillar number one is institution. Is there a well-established institution and an institutional process? And we can be proud of the classification there. It's 28. So it's not a measure de facto. It's not a measure factor that have been leading to the classification we have seen in the slide number one. Existing professional structure, we are also in the middle level with a classification of 38. But pillar three and pillar four are among the most, let's say, area of improvement. Pillar three is about microeconomic environment, and pillar five is about higher education and training. Yes, there is a lot of efforts that have been made in getting qualified institutions in higher education, in getting adequate output, but still, the international studies are showing that the classification there or the indicator there is 85, which means that we still need to do a lot in that regard. And this is a kind of proof that this gap is not just in our mind, it's not just what I think, what you think, or what industrial people might think by saying, oh, the graduates are not really meeting what we are requesting or what we are asking for. The study or the survey that was also presented in 2016 tried to cover the most problematic factor for doing business. And one of the problematic factor was the inadequate educated workforce. So this is a scale of indicator between 0 to 24 to show what is the most problematic aspect, what is the most facing challenge. And one among the most facing challenges with an indicator of 15.8 over 24 was inadequacy of educated workforce. What does it mean, inadequacy? It does not mean that they did not acquire knowledge. It does not mean that they do not deserve to graduate. No, totally the opposite. They are not fitting the purpose we are looking them to do. من أحد التقارير التي تبين أهم المشاكل التي قد تواجه أصحاب المشاريع أو من يريد إنشاء مشروع هو عدم التوافق في مخرجات التعليم إلى adequate educated workforce. هذا لا يعني أن الخريجين لم يحصلوا على المادة العلمية المطلوبة ولا يعني أن الخريجين ليسوا أكفاء أبدا. هذا ليس المقصود. المقصود هو عدم التجانس بين الحاجة وما قد يطلب منهم وقدراتهم في التنفيذ، قدراتهم في الإنجاز، قدراتهم في أن يتطوروا مع سوق العمل في فترة قصيرة وأن يكونوا أداة فاعلة وناتجة. والصعوبة هذه قيست على سلة من 0 إلى 24 لعدد من الصعوبات، وكانت درجتها 15.8، أي أنها تمثل أحد الصعوبات الجامعة. إذا هذه الأرقام تؤكد أن هناك فجوة ما وأن هناك فراغ ما لابد من سده. فمؤسسات التعليم العالي سواء كانت كليات، كليات تطبيقية، جامعات، معاهد تدريبية وغيرها تؤدي دورها وتؤدي إلى مخرجات وعدد من الخريجين اكتسبوا شهاداتهم بكل ثقة وبكل يعني competencies. ولكن هناك شيء ما لا يمكن هؤلاء الخريجين من أداء الدور المطلوب، وهذه الأرقام تؤكد وجود هذه الفجوة. Let us dig now indeed to see what are the challenges. Why we have such gap, why we have such figure, why we have such classification in the indicator of efficiency. First, attractions, mismatch, gap, attitude, and unrealistic expectations. As an indicator, sometimes we have a very high vision and mission, and we expect our graduates to do a lot. So we are saying, for example, you know, in one of the courses, by the end of this course, the graduate will be able to design the most efficient whatever, you know, in engineering or whatever. And sometimes this is very ambitious and realistic, not because the graduates are not able to reach that, just because we did not prepare them in an adequate way. We might lack labs, we might lack equipments, we might lack exposure. We did not really put them in a situation where they have to do things. We have a lot of processes in education that do not meet anymore the age today. Spoon feeding,
I'm teaching you how to compute 1 plus 1, and then I'm going to ask you to compute 2 plus 2. I never ask you to compute 5 multiplied by 5 divided by 10. So the complexity of the operation I'm asking you to do is usually something you have been seeing. خلينا نركز شوي او نتعمق في لماذا هذه الفجوه ولماذا هذه الارقام. احد الاشياء قد نكون احيانا طموحين اكثر من اللازم ونجعل او نرصد لبرامجنا ولاوامرنا التعليميه اهداف اعلى مما نستطيع تحقيقها لاسباب عده، قد تكون الخلل في طريقه التدريس، قد يكون انه ليس لدينا المختبرات اللازمه، او قد يكون اننا لم نضع الطالب يوما في معترك العمل، عودناه أن يحسب 1+1 ثم نسأله يوم الامتحان أو يوم التقييم احسب لي 2+2. لم نتعدى ذلك بأن نطلب منه أن يخرج من بوتقة العملية هي عملية الجمع إلى عمليات الحساب بصفة عامة، ونسأله عن إعداد معادلة فيها الضرب والطرح والقسمة إلى غير ذلك دون أن نكون بالضرورة قد عرضنا عليه الطرح والجمع والقسمة. فإذا عرف كيف يتعامل مع عملية حسابية واحدة المفروض أن تكون لديه القدرة على القيام بأكثر من ذلك. The second factor or the second element is motivating factors. Are we really motivating our students in the educational system to be creative, to be aggressive in the market, to be efficient? Or they used to say, well, at the end of the day, and dear students, don't get me wrong, I will find a way to go through it. I'm late, I missed my exam, I will repeat it. I'm not exceeding, I'm just doing the minimum requirement. They're going to have my degree at the end. So is the motivation really there from both sides? First, the educator, and second, the students. I usually said, being an educator is not a job, it's a passion. So you need to have that passion to transfer knowledge, to transfer the capacity of creativity, the capacity of efficiency and achievement to your students. Second challenge is, or second factor is job mismatch. We define sometimes wrongly the outcomes and the jobs for which we prepare our students. Let me take an example. IT engineer. If you look to what the IT engineer is supposed to do, this job has transformed and metamorphosed 3 times among the 2 last decades. أحياناً قد يكون في خطأ في توصيف العمل الذي نعد من أجله الطالب. وأذكر مثال مهندس تقنية معلومات. لو نقف دقيقة على مهندس تقنية المعلومات وما كان يطلب من مهندس تقنية المعلومات، نجد أن هذه الوظيفة تغيرت وانقلبت رأساً على عقب أكثر من مرتين 3 في آخر 20 سنة. فبدأنا أولاً بمهندس تقنية المعلومات the person to do everything، الشخص الذي يستطيع القيام بكل شيء يتعلق بتقنية المعلومات، فهو جزء من داتابيز، يعني من تخزين المعلومات، وجزء من الحوسبة، وجزء من تقنية الاتصالات إلى آخره. ثم تغيرت إلى أن أصبحت تقنية المعلومات تخصصية، ففصلنا ما بين المعلومات وما بين هندسة الشبكات وما بين هندسة المعلومات وما بين التواصل إلى غير ذلك. وثم حاليا نشهد أن تقنية المعلومات تعتمد أكثر على تحليل المعلومات. Analyst. IT guy today is an analyst, the data analytic, before being anything else. Another thing is the recruitment approach. So it's not only the educational sector to be blamed. We have also to do how the job or the market is acquiring or accepting our students. If you look to the majority of the job applicants, they will tell you 2 years of experience required. So how and where are you going to get that experience you are requiring me? Or exposure to ABCD, some softwares or some tools or some mechanism that you will never see in any curriculum. And you are asking the students to already know about it. And why we have such? It's mainly because of lack of collaboration between the academia and the industry. I was discussing with Dr. Awad Din previously about the process of approving programs.
And you have said, no, yeah, the programs when you apply as a college or a university to a new program, this will be sent to an external reviewer. عندما تقدم أي كلية أو أي جامعة طلب برنامج يوصل إلى محكمين خارجيين ودعوني أسأل كم من هؤلاء المحكمين الخارجيين هم في قطاع العمل هم من الشركات هم من المهندسين هم من السوق العملية 0.0.1 لنترك للشك مجال هم في الإجمال أكاديميين قد يكون الأكاديمي ابتعد وللأسف بدرجة كبيرة عن متطلبات السوق أعتقد لا بد من تدعيم التواصل في جميع المراحل وليس فقط في المرحلة النهائية أي مرحلة التدريب أو مرحلة التخرج أو مرحلة الإشراف على البحث الختامي للطالب. Let's look to the skills that the employees are looking for and what is the crisis, what are the most missing skills. This is also a study published in 2016 and it's showing that 43.3% of the skills lacking are English speaking, writing, communication. 37.5% is ability to perform under pressure. Ability to perform under pressure. 36% poor interpersonal and communication skills, and 32% poor commitment and attitude. If you look to this, more of them are soft skills. We never say they lack knowledge in an area, they lack expertise in an area. No, majority of the element is something that the students might not experience or might not see the usage in the sale in the market. معظم الخصائص التي يفتقدها صاحب العمل في الخريجين تتمحور حول ما يسمى بالسوفت سكيلز. القدرة على العمل تحت الضغط والإنجاز في حالة الفرق، القدرة على التخاطب المثالي، التشبع بالروح القتالية، واسمحوا لي في التعبير في العمل. إذا لماذا؟ لا نرى في هذه الخصائص المهمة الأربعة حيث نرى نوع من الجاب يعني نوع من الفجوة أي شيء يتكلم عن المعلومات وخبرته في مجال X أو Y أو Z في مجال معين لا نتكلم عنه لأن هذه الأمور إجمالا لا نركز عليها في العملية التعليمية ونعتبرها transferable secondary skills أشياء تكميلية ربما لا نعيرها الاهتمام المناسب حتى يكون الطالب على درجة من التنافسية المطلوبة عند أو في سوق العمل. So what to do? We need to manage that gap by putting the students at the center of the learning teaching process. How? First of all, having relevant and applied curriculum. We need to include the professional in the design of the curriculum. Till today, majority of the curriculum, at least in our Arabic countries, are designed by academicians, sometimes in their corner, totally dissociated from the market. And very rare experience exists when we have seen a curriculum that came to the market because of a need expressed by employers, by the sector. And let me give you an example. In 2002, I remember, in Paris, we developed a specific master's degree called IT and Risk Analysis for Bank. And that was never an academic program. It was the result of a consultation between an engineering school and three banks who said, we have a problem today. When we want someone to work in risk analysis, we are having two profiles. Someone coming from the business college, so he knows what is risk, what is finance, but he's poor in IT and database, or he's limited. Or we have someone coming from the IT department, he's expert in IT and analytic tools, but his understanding of the risk in bank is very limited. So we usually need 6 months to 1 year to get one of them completing the knowledge. ذكرت تجربة حصلت في فرنسا من سنة 2002 تبين كيف أن البرامج إجمالا التي نضعها تكون حصيلة أكاديمية إجمالا بحتة وقليلا ما نشترك في صناعة البرامج أصحاب السوق وكان هذا البرنامج يتحدث عن تحليل المعلومات حول الأخطار البنكية فكانت البنوك تشتكي أنه إجمالا المتقدم لمثل هذا العمل إما يكون ذو
اختصاص اي تي تقنيه معلومات تنقصه الناحيه الماليه والناحيه الرزق يعني المخاطر، او يكون خريج كليه تجاره فهو متدرس من النواحي البنكيه ومن النواحي الماليه ولكن تنقصه الخبره العاليه في الاناليتكس في استعمال ادوات التحليل. وجمع الاثنين ادى الى برنامج متميز، كان برنامج قصير المدى على سنه، برنامج تخصصي، ولكن كان الخريجين يعملون مباشره عند التخرج وبسبب يعني بمدخول شهري يفوق 30% من التخرج من باقي الاختصاصات ويعمل في نفس المجال. So we need really to design relevant curriculum. Second, informative assessments. Our way of assessing the students today is mainly checking that some knowledges are there and we don't give them enough formative assessment to learn. We don't give them enough assessment which put them exactly in the situation of a market. This is a customer, he has a problem, solve it. Use your knowledge and design for him a solution or advice. We never do that in general when we are inside our colleges and inside our universities. Our students in general also lack the social and emotional connection. They are in a specific sphere. الجامعة أو الكلية قد تنعزلوا نسبيا عن مجتمعنا بطريقة أن الطالب ليس لديه فرصة ليتعامل مع مجتمع متقلب مختلف الأطوار مختلف الطباع، مما يعطيه القدرة على التخاطب المثلي والقدرة على تحليل المعلومات حتى يتمكن من صياغة النتيجة المطلوبة. Culture of creativity and innovation. We ask the students to give the best answer, which is what was said in the classroom, which do not encourage them. And I've seen some colleagues, without due respect, saying, "This is, I never told you that. My reference is not the book I refer to you to read, do not refer to that. So how come you are answering me this answer? I don't want to discuss it with you." We need to open the door for innovation. We need to open the door for challenges. Let students challenge us and come with something we never thought about it. Even if it's totally wrong, accept it, discuss it with them, and show them that they did well, at least in linking properly elements. The last two elements is that education today should not be from 8 to 4, and should not be from Sunday to Thursday. It has to be 24 hours a day, every day. That's why using technologies might support in that, and I will explain a lot in the next slide, that it's not only transforming and having a tool from the blackboard and then Sapura ila the touch screen. That's not the issue, that's not what and how any learning or a smart learning should be. So this is the first thing, is to implement a learner-centered approach in which we focus on the element you are seeing here. Update our curriculum. Collaborate with the industry in designing the curricula we have to implement. Adequate internship program. Internship in our curricula in general isn't the last year or 1 year before. I've been in one engineering school and I can tell you students have 4 internships. One internship every year. Each internship is having a specific target. يكون عندنا في آخر سنة أو في السنة قبل الأخيرة ولفترة محدودة. التجربة الصحيحة تقتضي أن يكون التدريب متواصل على مدى 4 أو 5 سنوات، فكل سنة تدريبية لها هدف معين. السنة الأولى الهدف من التدريب نفهم ثقافة الشركة وثقافة السوق ونفهم التعامل مع الآخرين. السنة الثانية يكون هدفها مثلا طريقة التعامل مع الإحصائيات وتحليلها. السنة الثالثة نبتدئ في العمل الفعلي، والسنة الرابعة نكتسب الخبرة المطلوبة منه. والعديد من التجارب في أوروبا تحتم على الطالب القيام بأربع انترنشيب واحد كل سنة لا تقل مدته عن 5 أسابيع كاملة. Exposure to research. We keep constraining our students to what is well matured and tell them, okay, now you know how to use the database, you know how to query, that's enough. We don't expose them really to the up-to-date research activities and to the up-to-date research outputs.
Yes, we published paper, but if I may ask my colleagues, how many of us is using his own research and publication in teaching? إجمالاً البحث العلمي ومخرجات البحث العلمي بعيدة عن طلبتنا في المراحل الأولى من تعلمهم مرحلة الدبلوم ومرحلة البكالوريوس ربما في مرحلة الماستر ديجري يعني الدراسات العليا والدكتوراه نبدا الطالب على اخر المستجدات ولكن لا بد ان اردنا ان يكون الطالب والخريج له قدره الابتكار وقدره التعامل مع سوق الغد وليس سوق اليوم لا بد ان نشرف او ندخل مخرجات البحث العلمي في التعليم من السنوات الاولى والثانيه والثالثه للتعليم وليس فقط في المراحل الاخيره وربما اسال زملائي الاساتذه المحترمين كم منا يستعمل بحوث هو نفسه في التدريس فإن كانت البحوث irrelevant ليست قابلة أن تستعمل في التدريس أو أن تستعمل من قبل الشركات فبكل احترام أقول هي مضيعة للوقت وإن كانت قابلة للاستعمال فلا بد من استعمالها وإشراك الطلبة فيها And I was very pleased to hear today that we have a competition to see the output of the students So, intensify knowledge acquisition and skill development through practical exposure, training and independent study أو ما يسمى independent learning لنطرق مجال للطالب ليتعلم بنفسه بطريقته متى يشاء إجمالاً أن تقديرنا للمجهود المطلوب من الطالب لا نأخذ ذلك بعين الاعتبار فنقول هذه المادة تتطلب من الطالب 6 ساعات حضور ثم 3 ساعات لإنجاز التمارين وإنجاز الفروض وكفى ما نهمله هو كم من التعليل الذاتي مطلوب من الطالب ولا بد ان تكون تماريننا واسئلتنا تجبر الطالب على القيام ببعض من البحث الذاتي ومن التعلم الذاتي لاكتساب القدره على التعلم capacity to learn خصوصا في مجالات التقنيه والاي تي وغيرها لانها مجالات تتغير بسرعه البرق تقريبا هذه الايام use of appropriate tools whether tools of education And allow me to share one experience. In 2001, I was teaching cryptography. And cryptography is somehow a boring course for the students. Because it's math. And all my students were using their phones. So the first time I said, next time phone is not allowed. Guess what happened? I lost 80% of my students. They decided not to attend my session. So I announced that, you must bring your phone next time. And what I did, I created a small cartoon to illustrate the cryptographic elements. And when the students came, I told them, take your phone and watch the cartoon. I gave them the URL, the cartoon was uploaded there. And from that date to the end of the session, that was the teaching methodology implemented. So appropriate tool that the new generation is able and ready to use. Another element is to reform the teaching learning. Let's move from lecturing to discussing. We should not consider ourselves as a lecturer anymore or as a teacher, but we should be a facilitator, that we're gonna help the people themselves to discuss. And one of the experiences that is very interesting to do is assign some of parts of your chapter to your students and ask them to teach it. Ask them to present it to the other and be there to facilitate it. From working in a big class of 25, 30, 40, split it to small groups. It does not require that the dean will accept to multiply the number of sections by 10. No, it's a teacher work. From an independent work to a collaborative work. From a single tasking to multitasking. Let us not have small assignments and small quizzes aiming to just, you know, stick simple information. What we need is the aggregate of the information and how students can use it. We need really to move to student-centered instruction with differential way of instructions. The last 2 slides. So, the assessment, I said, is very important. So, we need to revamp really our assessment technology and our assessment way to focus on key professional skills, sensitive and constructive way, foster the motivation, promote understanding, develop capacity for self and peer
assessment. A simple exam, and let me share another experience. In one engineering school in Paris, we deleted any exam based on paper. There is no paper exam at all. Everything is done in a big lab. All the resources are available for the students. You have the internet, you have the books, you have whatever you want. But I'm giving you a real situation, and I'm telling you, you have the day. Do it. So at the end, you will do mistakes, you will learn from your mistakes, and teachers or facilitators, we are there to help. Ask any question you want. In our exams, and I faced that, not in Oman, when I suggested an exam open book, the dean rushed into my office. At that time, I said, that's not allowed. Students will copy from the book. Well, I said, it depends how is my question. Look at the question, and I can assure you that even having the book, if he does not have the critical thinking and analysis, he will not be able to do it. So we need to combine appropriate learning tools, appropriate learning resources, and appropriate learning support around the students in order to create that capacity and that capabilities. In 2010, the jobs of 2018 was predicted. And it was said that biomedical engineer will be 72% of the need of the market. Network system analyst, 53%. Home health aid, 50%. Professional home care, 46%. So let us ask ourselves, are our curricula used to prepare our graduates for the most required job of 2018? I think we need to review it. And I don't know if we have the net, but I'll keep the slide and I will ask you to see this video, which is showing you what are the jobs of 2020 in our learning methodology and in our assessment methodologies. We can usually send the students to the market or to the corporate, create a small corporate inside the school, create a small corporate environment inside the classroom, focusing on the graduate attributes. هناك مخرجات متطلبة في القرن 21 and it's summarized as the four C's regardless of your program, which is communication, collaboration, critical thinking, and creativity. The four C's are the key of success and are what will allow us to reduce the gap between the industry needs and the requirements. And rapidly, some example of successful revamping of teaching methodologies. EpiTech, and where everything is what we call a rush. Students do not have exam. This is in France, in Paris. It started in 1998. And in 20 years, from one instance, this school or this institute grew up to have more than 26 in France, and then 16 abroad. So everything is a rush. أي امتحان أو اختبار أو عملية تعليمية هو جزء مصغر من طلب على السوق. فالطالب كل المعلومات موجودة لديه ولابد أن ينجح في المخرج. سواء كان network or program or whatever. Do it. وكل الأسئلة هي عبارة عن متطلبات من real cases وليست من مخيلة الأستاذ. This school evolved in what is called today 42, and there is a website, 42.fr, and the 42 school, there is no teacher, there is only students who work together, and former students who coach the other student. The 42 school is today a success story in the USA, and the last thing is what is called in Europe the alternative training. Students spend 2 days in corporate, 2 days in university, the whole year. So those are some of the key factors. Thank you very much, and I'm sorry if I exceeded a little bit the time. Thank you very much.